ولنقاش الملف الفلسطيني في الذكرى 74 لقرار تقسيم فلسطين واليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل الانتهاكات والاقتحامات الصهيونية المستمرة للمسجد الأقصى ومدينة القدس، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية المختص في الشأن الفلسطيني صلاح الدين العواودة. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير أستاذ المشاهدين. مساء النور سيد صلاح الدين، ما المقصود من تلويح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعودة للقرار 181 بدلا عن القرار 242، وهل يمكن فعلا تنفيذ ذلك بعد مرور 74 عاما على قرار تقسيم فلسطين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة كلام السيد الرئيس محمود عباس مجرد إنشاء مضمونة ولا محتوى له. هو كان من مهندسي أوسلو وممن ذهبوا إلى الاعتراف بالكيان الصهيوني بدون قرار تقسيم وبدون أي إلزام للاحتلال ولا أي تنازل لصالح الفلسطينيين، وبالتالي بعد أن وقع باسم الفلسطينيين على التنازل عن فلسطين لا يحق له بأي حال من الأحوال أن يأتي الآن وهو في ذروة التنسيق الأمني مع الاحتلال ويلاحق الفصائل الفلسطينية ويلاحق العمل المقاوم ويلاحق حتى العمل الشعبي الفلسطيني الرافض للاحتلال ويستسلم للاحتلال اقتصاديا وأمنيا وسياسيا، وفي المقابل يرفض الاحتلال الاجتماع معه. يعني من يجتمع معه من الاحتلال فقط الضباط الأمنيون كزعيم عصابة وليس كرئيس دولة ولا كرئيس الفلسطينيين، ومع ذلك يستمر في هذه الالتزامات. المفروض إذا كان الرئيس محمود عباس الرئيس الفلسطيني يريد أن يضغط على الاحتلال هو أن يوقف هذا التنسيق الأمني ويوقف التعاون مع الاحتلال ضد شعبه. المفروض أن يهدد الاحتلال بانتفاضة كما هدد الشهيد الراحل ياسر عرفات. المفروض أن يهدد بالعودة إلى الوحدة الوطنية، بالعودة إلى المقاومة، بالعودة إلى رفض الاحتلال. أما أن يتكلم عن قرار التقسيم وعن العودة إلى 181 و194 فهو تنازل عن كل ذلك. هو قال أنا من صفد ولكن لا أريد أن أعود إلى صفد. عن أي عودة يتحدث الرئيس الفلسطيني؟ الرئيس الفلسطيني مجرد إنشاء لاستهلاك في مناسبة كالاحتفال بذكرى تأسيس الحزب الشيوعي الصيني مثلا. يعني هو لا يتحدث عن قضية رئيسية، قضية مركزية، هي القضية الأهم لشعبه، هي قضية التحرير، قضية الأرض، قضية العودة. هو يتحدث مجرد كلمات إنشائية من أجل هذه المناسبة، وربما مستشاروه هم من طغوها له. يعني الرجل لا تشغله هذه القضية. سيد صلاح الدين، هل أو إلى أي مدى ما يزال الفلسطينيين يراهنون على المبادرة العربية التي قدمت في الجامعة العربية عام 2002؟ وهل ما زالت السلطة الفلسطينية متمسكة بحل الدولتين وهو القرار الذي ترفضه تل أبيب؟ السلطة الفلسطينية متمسكة بحل الدولتين ومتمسكة بحل دولة وربع دولة للاحتلال وربع دولة لهم، ولكن الاحتلال هو الذي يرفض. لم يعد مستقبل لحل الدولتين. العرب أنفسهم تنازلوا عن هذا. السعودية والإمارات والدول العربية التي قدمت المبادرة العربية في 2002 هي تراجعت عنها، وهم يطبعون الآن مع الاحتلال. هم كانوا يعرضون التطبيع مقابل حل الدولتين ومقابل دولة 67. الاحتلال رفض وضرب بمبادرتهم عرض الحائط وذهبوا وطبعوا، والمستوطنون يذهبون من الضفة الغربية التي هي أراضي فلسطينية وفق قرار 2-4 يذهبون ليبيعون خمورهم ويبيعون زيتهم الذي يزرعونه في الضفة الغربية في دبي وفي أبو ظبي. أي مبادرة عربية بقيت؟ لم يبقى شيء اسمه مبادرة عربية. أصلا رد عليها شارون في حينه، قال لا تساوي الحبر الذي كتبت به. يعني فعلى أي ما على أي على أي شيء يراهن محمود عباس غير أنه يستهلك هذه المصطلحات وهذه العبارات في مناسبة كمناسبة معايدة فقط، إنه مناسبة ويجب أن نقول تصريح. أما على الأرض هو مستمر في الانغماس في التنسيق الأمني والتعاون مع الاحتلال بدون أي ثمن سياسي. ما الحلول الممكنة سيد صلاح الدين، أو الحلول القائمة اليوم أمام الفلسطينيين والعرب على حد سواء لنصرة قضية فلسطين المحتلة؟ كثير من الحلول، كثير من الحلول. الفلسطينيين تحديدا الخيار الوحيد والمعروف والذي عليه بالمناسبة إجماع وطني باستثناء فريق محمود عباس بما فيهم التيار الوطني في حركة فتح، أنه لابد من العودة إلى وحدة وطنية وحوار وطني شامل بالداخل والخارج يشارك فيه كل الفلسطينيين.
بتمثيل عنهم من خلال منظمات المجتمع المدني ومن خلال كثير من الهيئات التي تمثل الفلسطينيين في الداخل والخارج. حوار وطني يتم بناء عليه صياغة المشروع الوطني وإعادة تعريف المشروع الوطني الفلسطيني وإعادة تعريف وسائل تحقيق هذا المشروع الوطني الفلسطيني، ما هي الأدوات المسموحة، وهذا بالمناسبة مسموح في القانون الدولي. نعم. العالم يعترف بنا كفلسطينيين بناء على ذلك، لولا أن لنا حقوق يعترف بها العالم لما اعترف بمحمود عباس أساسا ولا بمنظمة التحرير ولا اعترفت القضية الفلسطينية معترف بها. وحسب الإحتلال قلت من فوق من الشرعية في العالم القضية الفلسطينية، لكن هذا شكرا جزيلا لك صلاح الدين العواودة المختص في الشأن الفلسطيني، حدثنا عبر الهاتف من مدينة اسطنبول التركية.